درعا المحطة، الدمار هائل في المحال التجارية في السوق التجاري. والحمد لله الجيش السوري الحر يفرض سيطرة شبه مطلقة على قطاعات واسعة من أحياء درعا المحطة، مما أثار جنون النظام وبدأ يقصف بالمدفعية الثقيلة ومن قذائف الدبابات وقذائف الهاون ومن راجمات الصواريخ أمام تقدم هائل وساحق للجيش السوري الحر في معركة الثأر لحرائر درعا. الله أكبر. أبطال الجيش السوري الحر أثناء تحرير بعض القطاعات في قلب درعا المحطة.